البداية غادي تكون مع بهار والابن ديالها، غادي يكون جابته من المدرسة، غادي تقول ليه شوف اختك راه تقلقات منك بزاف داك النهار بسبب ديك الهضره اللي قلتي ليها، سير دابا وحاول تصالح معاها. غايقول لها واش تخاصمت عاوتاني، غادي تقول ليه غير خاصمت عليها شي شويه وتقلقات مني ودابا هي حزينه وغير بوحدها في البيت ديالها، سير وتصالح معاها. ولكن قبل غادي تمشي تغسل يديك، بهار غادي تمشي للبيت ديالها باش تقول لها بان الاخ ديالها بغى يتصالح معاها، ولكن غادي تبان لها واحد الرساله محطوطه تما كاينه اللي غادي تكون خلاتها الاء، واللي في هذه اللحظه غادي نشوفوها غاديه في الكار. غادي تكون مشات من اسطنبول، ومن مورا الكار اللي غاديه فيه غادي نشوفوا السياره ديال الكار، غنشوفوه تابعها للبلاصه فين غادي ليها. في الجهه الاخرى غادي نشوفوا ريم ما متيقاش الفيديو اللي وراتها هاله، واللي كيبين ان الاب ديالها جالس مع الام ديال الاء. غتقول ليها غير مفبرك، غادي تقول ليها كوني متاكده بان داك الفيديو حقيقي، ولكن اكيد باباك عنده شي تبرير. تيمور حتى هو غادي يكون كيغوت على منى، غايقول ليها ممكنش تكون مرتي تلاقات بداك الراجل، واش كتتلاقى به من مورا ظهري وبلا ما تقول لي حتى شي حاجه. غادي تقول ليه داك السيد الهدف ديالو واضح، باينه من بعد ما عرف بانكم باغيين ترفعوا عليه دعوه ديال التعويضات عيط ليها وبغى يدوي معاها، ولكن مرتك ما عرفيش الهدف ديالها. هالة اللي غادي تكون كتقول لريم حتى هي الاب ديالك واحد الانسان اللي قلب ديالو طيب بزاف، ديك السيده اللي معرفناهاش علاش مطويه هذيك راه واحد اللفعه كبيره بحالها بحال الابنه ديالها. منى اللي غادي تكون كتقول تيمور شتي ديك السيده اللي كتدافع عليها واللي كتقول بها بانها الام ديال الولاد ديالك، شتي دابا شنو اللي خرج منها، غادي كتلاقى مع الراجل من مورا ظهرك وبلا ما تعرف انت حتى شي حاجه وكتتفق معاه وكتخطط معاه وانت دايرك بحال ماشي راجل. غادي يقول لها دابا غناخذ هذا الفيديو هذا وغنمشي لعندها وغنرمي ليها في وجهها وغادي نتحاسب معها مزيان، انت غادي تشوفي انا اليوم غادي نخرجها منها وغنخليها تندم على حياتها، غادي تبعو كتجري ومغاديش تخليه يمشي. غادي تقول ليه واش انت حمق، دابا الا مشيتي وريتيها الفيديو شنو غادي تستافد، غادي تقول لك السيد عيط عليا باش يتفاهم معايا على القضيه اللي بغيتي ترفع عليه ومشيت ما بيدي حتى شي حاجه. وهارون حتى هو غيقول لك انا كنمشي كنهضر مع السيده اللي النسيب ديالي كان داير علاقه مع بنتها، وحنا شنو غنستافدو حتى شي حاجه، وخصوصا دابا ملي جلسه باقا بعيده شي شويه. غتقولي شوف حنايا بغينا نديرو شي حاجه اللي ما غاديش تنسى، بغينا نشوفوهم قدام كل شيء شي فضيحه اللي ما ينساوهاش كاع. فهو غادي يسمع الهضره ديالها وغيقول لها صافي اللي بغيتي، ومن بعد فغادي تودعو غيمشي بحاله. الاء اللي غادي تكون في الاثناء وصلت للدار ديال جداتها اللي كاينه حدا البحر، واللي غادي تكون كانت كدوز فيها الطفوله ديالها هي والعائله ديالها، وكانوا كيدوزوا فيها اوقات زوينه بزاف واللي عندها فيها ذكريات زوينه. الكار اللي غيكون حتى هو وصل في هذا الاثناء للدار ديال الجده ديال الاء. بها اللي غتكون من بعد ما قرات ديك الرساله ديال بنتها غادي تمشي لمخفر الشرطه وغادي تبغي تقدم شكوى باش انهم يبداو يقلبوا على بنتها، ولكن الشرطي غيقول ليها بان بنتك خلات رساله وكتقول بان هي بارادتها باغيه تمشي، وزيدون بنتك كبيره عندها اكثر من 18 سنه فما عندنا حنا ما نديروا ليها. الاء اللي غادي تكون بدات كتجمع الدار حتى مده طويله ما جاوش ليها، من بعد غيجي عندها البقال وغيجيب ليها الماء والاغراض والماكله اللي غادي تحتاجها. فديك الساعه غادي تشوف الكار قدامها، فغتدخل بالزربه للدار وغادي تسورت عليها لداخل بلا ما تهضر معاه ولا تقول ليه حتى شي حاجه. من بعد غادي نشوفو هارون غيجي فرحان للدار وغيبدا يعيط على بنته وغيقول ليها هبطي تشوفي برنامج السفر اللي درت انا وياك. غادي تقول ليه الخدامه بانه ريم ما كايناش في الدار، غيقول ليها ما كايناش ولكن فين مشات، انا ملي كنت خارج خليتها غير هنايا وكانت فرحانه بزاف من الفوق. غادي تقول ليه ما عرفتش فين مشات. هي اللي غادي تكون جات للفندق، غيبدا يعيط عليها الاب ديالها ولكن ما غاديش تبغي تجاوبه. غادي تكون هاله وصلت للهدف ديالها وقدرات تكره ريم في الاب ديالها، وغادي نشوفها اتصلت بهاله. غادي تقول لها هاله منين كتعيطي ليا، غادي تقول لها خرجت من الدار وجيت للفندق. غادي تقول لها ياك اتفقنا ما تخرجيش من داركم وتبقاي فيها تنشوفوا شي حل. غتقول لها ما نقدرش نبقى نشوف البابا في وجهه وانا في قلبي هادشي هذا كامل تجاهه، ما نقدرش نتمالك نفسي ونبقى ساكته. غتقول لها شوفي من الاحسن اجي عندي هنايا للدار، وزيدون واخا طلقتي من ولدي راكي كتبقاي بحال بنتنا والدار راه دارك. غادي تقول لها لا شكرا لك بزاف ولكن انا مرتاحه هنا في الفندق وما ناويهش نجي لديك الدار ونكون كضيفه فيها. صافي وغتقطع عليها. اسماعيل اللي غيسمعها وغيقول لها تبارك الله عليك دايره جهدك مع مرات ولدك، احق بغيت نقول اللي كانت مرات ولدك. غيقول لها غير استمر بحال هكا راكي في الطريق مزيان.
من بعد غادي تمشي للبيت ديال الكار وغتسول الخدامه غتقول لها فين هو، غادي تقول لها ما عرفتش لاله خرج الصباح. الا اللي غادي تكون كتطل من السرجم وغادي يبان لها بان الكار باقي واقف تما كاينه وما مشاش فحالو. الكار اللي غيكون جاي لعند الاء غادي يصون ليه التليفون وغادي تقول الام ديالو، غادي تقول ليه فينك، غيقول لها وقيل انا راه ماشي في السجن، انا راه دابا حر. غادي تقول ليه بغيت نهضر معك في واحد الموضوع اللي مهم بزاف، غيقول لها ما غاديش نتعطل، غدا في العشيه مع العشاء غنكون عندك وديك الساعه هضري معايا في الموضوع اللي بغيتي، وغيقطع عليها. من بعد غادي نشوفوا الكار غادي للدار ديال الاء باش يهضر معاها. غادي يدق عليها، هي ملي غادي تكون شافته جاي غتمشي كتجري وغادي تسورت الباب عليها. بهار اللي غادي تكون عيطات على عمر والاخت ديالو غيتا، غادي يقول لها بانه هو ما شافهاش وما هضرش كاع معاها. غادي تقول لها غيتا غير تهدني، غتكون غير مشات لشي بلاصه باش ترتاح وصافي. مراد غيمشي عند الام ديالو غيقول لها ماما واش اختي الاء مشات من الدار بسببي حيتاش انا قلت لها ديك الهضره اللي خايبه بزاف. غادي تقول لها لا، غادي تقول ليه لا لا ما قلتي لها انت حتى شي حاجه، ما مشاتش بسببك. فغادي تجي غيتا وغادي تقول ليه شوف الحبيب ديالي، اختك مشات غير باش تدوز واحد العطله، واحد العطله زوينه بزاف، وتقدر من ديك العطله والبلاصه اللي مشات ليها انها تجيب لك شي هدايا زوينه واللي غادي تعجبك بزاف. فغتكون قدرت انها تفرحوا بالهضره ديالها. وعمر حتى هو غيقول ليه البطل ديالي كيبان ليا نمشيو نلعبوا شي ماتش انا وياك الكره ونشوفوا شكون اللي غادي يغلب الاخر، وغادي يهزو وغادي يديه معاه لبرا. ملي غيوصلوا لباب الدار غيكون تيمور حتى هو يا داخل. غادي يقول ليه بابا واش فراسك بلا اختي الاء مشات باش تدوز العطله؟ غيقول ليه اه الحبيب ديالي فراسي بانها مشات تدوز شي عطله. ومن بعد فغادي يدخل غادي تقول ليه غيتا تيمور واش هضرتي معها انت بنت اختك؟ ما ربما تكون شافت الاء ملي كانت خارجه ولا عرفتها فين غاديه. غيبقى غير كيشوف فيهم واحد النظرات الغريبه بزاف ومخيفه. غتقول غيتا البهار علاش هذا كيشوف فينا هاد الشوفات هادو؟ وشنو اللي وقع ليه؟ واش هذا حماق؟ ومن بعد غادي يدخل للدار لداخل. غيتا غادي تمشي فحالها ملي غيجي تيمور وغادي تقول لها شوفي المره الجايه بدلي السوارت ديال الباب باش ما يجيش هاد الحماق مره اخرى ويدخل عليك هكا كاينه. وغادي تقول لها ردي بالك منه مزيان، ولا مشات قال لك شي حاجه عيطي عليا وانا غنجي نتفاهم معاه. ملي غتسد الباب تيمور غيكون من موراها وغيخطف ليها التليفون من يديها. غادي تقول ليه شنو اللي واقع؟ مالك خديتي ليا التليفون بهذه الطريقه؟ غيقول ليها ياك تليفونك فيه شي ابليكاسيون اللي كتراقب الاء فين مشات. غادي تقول ليه اه ولكن ما عرفاش كيفاش كتخدم. غيقول لها انا غادي نشوف ليك، ولكن هو غيكون كيصيفط الميساجات والرسائل كاع اللي عندها في التليفون ديالها للتليفون ديالو كيف ما قالت ليه منى تماما، باش من بعد يستعملوهم ضدها. وغيعطيها التليفون ديالها وغيقول ليها ما لقيتش ديك لابليكاسيون وغيمشي فحالو. غادي تقول ليه واش مستوعب الهضره اللي كنقول لك؟ بنتك راه تالفه، بنتك ما عرفناهاش فين مشات. غيقول لها صافي صافي انا غادي نهبط عند ماما، ولا كان شي جديد ولا عيطات عليك قولي لها ليا. في الليل غادي نشوفو ريم جالسه غير بوحديتها في الفندق بحال الحمقى وكتشرب بزاف ديال المشروب حتى ما غاديش تبقى عاقل على راسها. الكار اللي غيكون نهار كامل هو واقف قدام باب الاء باش تحل عليه، وغيكون مازال مصر انها تحل عليه. غيقول لها شوفي غير حلي عليا الباب، حنا غير غنهضروا صافي. غتقول ليه الا ما مشيتيش فحالك غنعيط للشرطه. غيقول ليها شنو غادي ديري؟ غتعيطي للشرطه؟ على حسب ما عارف انك انتي هنايا بلا خبر والديك، ولا عيطتي للشرطه غيعرفوك فين كاين انتيا، والام ديالك غادي تجي تلحق عليك هنايا. ملي غادي تسمع الهضره ديالو وغادي تحل عليه وغادي تقول ليه شنو باغي؟ علاش جاي عندي؟ شنو بغيتي مني؟ الا كنتي جيتي غير على قبل موضوع الاجهاض فغنكون هاني، حنا سدينا داك الموضوع، عائلتي كامله سدت داك الموضوع ومبقيناش غنديروا هذا الملف هذا في القضيه اللي بيناتنا. غيقول ليها انا ما جيتش على هادشي هذا، انا بغيت نهضر معاك، بغيت نبقاو انا وياك حتى الصباح كنهضروا. غادي تقول ليها واش منيتك كظن بانني انا غنجلس معاك وغادي نبدا كنهضر معاك حتى الصباح من بعد داكشي كامل اللي درتي بيا؟ غيقول ليها واش ما كيبانش ليك بصح بانه حنا بجوجنا محتاجين اننا نهضروا مع بعضياتنا، خصوصا من بعد هذا الشيء هذا كامل اللي عشناه هذه الفتره هذه؟ غادي تقول ليها عافاك غير سير فحالك من هنايا، وغادي تكون غتسد الباب. غيقول ليها شوفي عافاك انا يا داكشي كامل اللي درت غير حتاش كنت خايف، كنت خايف من الحب ديالي، كنت خايف من عائلتك، كنت خايف من الولد اللي كنتي حامله به، كنت خايف من الناس اللي دايرين بيا. داكشي علاش ما عمرني قدرت انني نواجه عائلتي ونهضر ليهم عليك، ولا نواجه المجتمع اللي عايش فيه ولا الناس اللي دايرين بيا. كنت كنخاف بزاف، وهاد الشيء هذا اول مره نقوله لشي واحد، واول مره نقول لشي واحد بانني كنت خايف من شي حاجه.
عافاك غير خلينا نهضروا، راه عندنا بزاف ما نقولوا لبعضياتنا. فآلاء من بعد ما أصر عليها إيكار غادي تدخلوا الدار ديالها. بها اللي غادي تكون غادي تحماق باش تعرف بنتها فين مشات، غادي تكون كتقرا ديك الرساله اللي خلات ليها وكتعاود فيها، وكتقول لصاحبتها واش شفتي الكلام اللي كتبات، ما تقوليش انا بنت عندها 19 عام هي اللي كاتبه هاد الهضره هادي. غتقوليها سمعي شنو كتبات، كون غير رجعت للطفوله ديالي ما كرهتش نرجع لطفولتي ونبقى صغيره دائما حتى لاخر يوم في حياتي. غادي تقول ليها ولكن راه ماشي سهل عليها داكشي اللي داز عليها كامل، من طبيعي انها تكون كتطلب شي حاجه بحال هذه وتكتب شي حاجه بحال هذه. غادي تقول لها بلاتي بلاتي كانت باغيه تبقى غير طفله صغيره. غادي تقول لها عرفتها فين مشات، كيفاش حتى ما طاحت ليش شي حاجه في بالي بحال هذه. غتقول لها واش عقلتي على الدار اللي كانت عند ماما جهه البحر اللي كنا كندوزو فيها الصيف بزاف ملي كانت الاء باقا صغيره. غتقول لها اه واش هذيك اللي كاينه في سليم باشا. غادي تقول لها اه عرفتها. غتقول لها غادي تكون مشات لتما كاينه، وغادي تعيط على عمر يقول لهم شنو اللي واقع. غادي تقول ليه لقينا الاء فين كاينه، يلا غادي يمشيو عندها دابا. فغي يخرجوا بجوج بهم باش يشدوا الطريق لعند الاء. الكار اللي غيكون طيب الماكله ليه والالاء، وغينوض من بعدها غيبدا يدور تما كاينه في الدار ديالهم. غيقول ليها الدار عندكم زوينه بزاف وباينه فيها قديمه وعندكم فيها ذكريات كثيره. وغيهز التصاور ديالها وغيبقى يشوف فيهم. غيقول ليها واش هاد الزوينه هادي اللي في التصاور هي انتي؟ وغيقول ليها واش هاد البيسيكلات ديالك انتي؟ باين هاد الزوينه اللي كانت قدامي في التصاور هي اللي كانت كتركب عليها، وكنتخيلك كيفاش كنتي صغيره وكتركبي عليها. غتقول ليه صافي بركه، شتك دخلتي وشعلتي المدفأة وطيبتي الماكلة ودابا كتهضر لي على الذكريات ديال الطفولة ديالي. غتقول لي هادو هما المواضيع اللي من الصباح وانت مصدعني باش تدخل وتهضر معايا فيهم، اولا لا سمح لي المواضيع اللي مازال ما هضرناش فيهم هي ملي كنت انايا كنحمق وكنحلم وكندير مخده في كرشي وكنتخيل كيفاش غادي نكون حامله بالولد ديالك، وانت هي كنتي من ورا ظهري كتخطط باش انك تجيب شي طبيب ودير ليا اجهاض. غيقول ليها الا واش عقلتي النهار الاول اللي تلاقينا فيه انا وياك في الجامعه وقلت لك بانه عندي واحد الحلم كبير بزاف واللي مازال ما حققتوش. غيقول لي هذاك الحلم كان عندي من الطفوله ديالي، من الطفوله ديالي وانا كنحلم نحققه. غيقول لها واش تبغي تعرفي شنو هو هذا الحلم ديالي؟ غيقول لي هذا الحلم ديالي كان هو. غادي تقولي صافي بركه، ما بغيتش كاع نعرف هاد الاحلام التافهه ديالك. بهار وعمر اللي غيكونوا قربوا بزاف للدار ديال الآلاء. الا اللي غادي تقول ليه صافي هضرنا بما فيه الكفايه، حتى لهنا وبركه، انا جيت لهنا باش نرتاح ما جيت باش يصدعني شي واحد اخر. وغادي تقول ليه الا جات على خاطرك سير في حالك دابا، بغيت نبقى غير بوحديتي، وهذه اخر مره تجي توقف قدامي وتوريني وجهك، انا ما بقيتش ديك البنت اللي كانت كتبغيك بزاف، هاد الا اللي قدامك راها واحده اخرى. وغادي تمشي جهه الباب وغادي تحلو، غادي تقول ليه يلا هنوض دابا نوض من قدامي، ما بقيتش باغا نعاود نشوف وجهك، نوض دابا ولا غادي نعيط دابا بصح على الشرطه يجيو يديوك من هنايا. هو اللي غينوض من بلاصتو وغيمشي للجهه ديالها وغيقرب لعندها وغيسد الباب. غادي تقول ليه قلت لك سير في حالك واش ما كتسمعنيش شنو كنقول لك، راه غنعيط للشرطه. غيقول لها الاء انا بغيت نرجع انا وياك على علاقه، حيتاش انا كنبغيك بزاف وجربت ما قدرتش نعيش بلا بيك. فغتبدا كضربو كدفعو، كتقول ليه واش كتسحب ليك انا ديك البنت الحمقه اللي كنتي كتعرفها في الاول وكانت كتبغيك كيف الحمقه، وانت استغليتيها ودرتي فيها ما بغيتي. غيقول ليها ولكن داك الكار اللي كان معاك ديك الساعه ماشي هو ديال دابا، انا دابا كنبغيك بزاف وباغي نرجع انا وياك على علاقه، جربت انني نعيش بلا بيك وجربت انني ندير بنت واحده اخرى في بلاصتك، ولكن انت شي وحده ما عمرات البلاصه ديالك في قلبي. غتقول لي غندير راسي ما سمعت حتى شي حاجه من اللي قلتي، حيتاش انا ما باغاش نعاود ندفن راسي معاك او نظلم راسي معاك مره واحده اخرى، وغنسى الغضب ديالي تجاهك وحتى الكره ديالي تجاهك غادي ننساه، ولكن اللي ما عمري ما غادي ننساه عليك هي انه بسببك انت ما عمري ما نعاود نبغي شي واحد، وما عمري ما غادي نعاود نثق في شي واحد، وبسببك غادي نبقى في هاد الدنيا هادي غير بوحديتي. غادي يقول لي هلا ما غتبقيش بوحديتك، انا غادي نكون ديما معاك وما عمري ما غادي نخليك. وهما مازال كيهضروا مع بعضياتهم، بهار وعمر غادي يكونوا وصلوا للدار عندهم. الكار من بعد غادي يتقرب من الاء، وديك الساعه بهار وعمر غيكونوا كيدقوا عليهم في الباب وغادي يكونوا كيغوتوا عليهم باش يحلوا الباب. كنتمنى هالحلقه تكون عجبتكم، ما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش توصلكم الحلقه الجايه وتعرفوا شنو اللي وقع من بعد. وما تنساوش تخليو حتى التعاليق ديالكم والملاحظات ديالكم اللي كتفيدني بزاف باش انني نطور من الفيديوهات ديالي. ما نزيدش نطول عليكم، الى اللقاء في فيديو اخر.